عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، بصحة جيدة إن شاء الله وفي أحسن الأحوال. إذا خوتي مرحبا بكم كاملين، ومرحبا بنا الجداد اللي التحقوا بالقناة. تحياتي لكم وعواشركم مبروكة وجمعة مباركة. كنتمنى لكم هذا النهار إن شاء الله يدوز بخير وبالتيسير، وباش ما كنتمناو إن شاء الله، والله يسهل عليكم كاملين. إذا خوتي الأعزاء، أنا في الطريق الآن لابوراتوار سوتيما، غادي نمشي نشوف لي زوفر اللي كاينين عندهم، نشوف واش كيدخلوا الناس، نشوف لي زوبورتينيتي اللي كاينين، وغنشوف لي بوست اللي متوفرين، وغادي ناخذ في نفس الوقت الفورمولير اللي ديال الفورمولير ديال باش تسجلوا باش انكم تبوستيليو لي لابوراتوار، يا اما الفورمولير، ونشوف البريد الالكتروني لادريس ايميل ديالهم، حتى هي حتى راه تبدلات، مابقاش نفس لادريس ايميل. غادي نعطيكم كل جديد ان شاء الله في هذا الفيديو. غنشوفو سوتيما وغادي نمشيو نشوفو لابوغراتوار اللي كاين في النواصر، حتى هو سميتو فارمافيت، اللي كيدخل الناس. غادي نمشي نستفسر على الامر ان شاء الله وناخذ المعلومات، وغنشاركو معاكم هادشي كامل. غادي تبقاو معنا في الفيديو وغادي تشاركو معايا ان شاء الله هاد الجولة الاستطلاعية للابوغراتوار. وغنشوفو ايضا لابوغراتوار ناتوريكس، بزاف منكم خوتي اللي وصلوا لي على لابوغراتوار ناتوريكس، غادي ناخذ لكم معلومات منو حتى هو، نشوف لي بوست اللي متوفرين، ونشوف لي زوبورتينيتي اللي فيه، وكلشي كامل ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم في هذا الفيديو. خوتي بقاو معنا على بركه الله، ما تنساوش ديرونا واحد لايك للفيديو وبارطاجيو قدر الامكان باش كلشي يستافد ان شاء الله. خوتي حنا في مسكورة، دابا مسكورة الإخوان أخوات، راه كاين بزاف بزاف ديال الشركات اللي حاليا راه كيدخلو. كاينة شركة كودي فود اللي مختصين كيصايبو لك شي ديال الشيبس، حتى هي راه كدخل. كاينة شركة كاينة لابوغاتوار فارما 5 بالنسبة لي لابو، الناس اللي مختصين في مجال كيخدمو في مجال ديال الفارماسيوتيك عفوا، وداكشي ديال لابوغاتوار. بزاف ديال الشركات اللي كيدخلوا حاليا في مسكورة، وكاين الشركات الاتقان. هادشي كامل الاخوان راه غنشاركو معكم ان شاء الله، ونحط لكم جميع العروض اللي متوفره بالارقام ديال الهواتف، وغنشاركو معكم لي فورمولير وايضا لي زادريس ايميل ديال الشركات. اذا كما الى لاحظتوا هنايا على اليمين، هذه شركه فاندي، حتى هي غادي نشوفو ان شاء الله الا كانوا فيها دي زوفر، ونشوفو لادريس ايميل ديالهم ديال الريكروتمون. والان دابا غندخلو لابوغاتوار سوتيما. اذا مرحبا بكم اخوان واخوات، مرحبا بكم في شاركوا معنا هذا الفلوغ هذه الخريجه ان شاء الله، ونشوفو معلومات. الان ندخلوا لابوراتوار سوتيما على بركه الله. افتح لنا الباب الشباب. انا خوتي العزاز، اخوان والاخوات، انا يلا خرجت من سوتيما، خديت بعض المعلومات، خديت لي بوست اللي كاينين. خوتي راه كاينه الخدمه مع سوتيما ديال البوسكورة، وكاين اللي في عين السبع السياج اولا الفرع اللي كاين في عين السبع، حتى هو راه كيدخلوا فيه الناس. غادي نعطي نعتو لكم، غنعطيكم لوكاليزاسيون، غادي تلقاوه في صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي ما عارفينوش. الفرع ديال عين السبع راه كاين في شارع الشفشاوني، الحي الصناعي، حدا كاريان، واحد كاريان ما عرفتش شنو سميتو. دونك اللي بغى لوكاليزاسيون راه غتلقاوه في صندوق الوصف، يمكن لكم تخليو لي تعليق. اللي بغى لوكاليزاسيون اكزاكت راه نعطي ليه ان شاء الله. وغنعطيكم الاستماره اللي خديت الان من عند لابوغاتوار هنا في السياج الكبير ديال بوسكوره، وغنبارطاجي معكم ان شاء الله هو لادريس ايميل. اذا خوتي غنمشيو الان ل ناتوريكس ماروك، ناتوريكس ماروك اللي كاين في النواصر، وغنشوفو حتى هو ان شاء الله واش كاينه شي خدمه، وناخذوا بعض المعلومات. تابعونا خوتي، بقاو معنا على بركه الله.
دار خوتي هذا لابوراتوار ناتيركس، غادي ندخلو نشوفو حتى هو الخدمة واش كاين شي خدمة لي زوفر اللي كاينين، وان شاء الله نعطيكم الجديد. يلا خوتي بقى معنا على بركة الله، نمشيو ندخلو لابوراتوار. إذا خوتي الأعزاء سالينا من عند ناتيركس ماروك، خديت معلومات حتى هما إخوان راه كيدخلو الناس اللي الناس اللي ديال النواصر، الناس ديال بوسكورة، الناس ديال الدار البيضاء اللي يمكن لكم انكم. وبالنسبه للابوراتوار راه عندهم النقل، بطبيعه الحال راه عندهم النقل الاخوان، الناس اللي في مديونه، الناس اللي في نواحي، يعني الناس ديال كيف ما قلت لكم الدار البيضاء، الهرويين، المهم هادو كاملين يمكن لكم انكم تدفعوا الطلب الا بغيتوا تخدموا في المجال ولا التخصص ديال لي لابوراتوار. غنخلي لكم المعلومات ديال لابوراتوار لادريس ايميل في صندوق الوصف اللي يمكن لكم انكم تبوستيليو. بالنسبه للنيفو ديتود، يعني ابتداء من لي باكالوريا يمكن لكم تخدموا، كاينين الناس اللي كيخدموا في المغازان، الناس اللي كيخدموا في نيفلوزين لداخل، ما كيطلبش واحد المستوى دراسي اللي هو عالي. الناس اللي كيخدموا لي كاريس اللي كيسوقوا الكلارك، الناس اللي كيخدموا في دي ماغازيني، هادو النيفوات اللي يعني ابتداء باك باك ولا باك نيفو باك او لا قل من باك يمكن لكم انكم تبوستيليو. بالنسبه للباك بلس 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 يمكن لكم تبوستيليو في يعني في التخصص ديال لابو، كتخدموا في لابوراتوار، فاي مستوى دراسي كيف ما كان عندكم يكونكم بوستيليو، السيفي يكون مزيان، يعني السيفي يكون بريزونطابل، سيف واحد السيفي زوين، وصيفطوا السيفي ديالكم في لادريس ايميل. نتمنى لكم التوفيق. اذا خوتي الان الوجهه ديالنا حنا باقيين دائما في المواصل، الوجهه فارمافيت، وغنشوفوا سابينو، واحد الحي الصناعي اللي الاسم ديالو سابينو اللي كاين في المواصل طريق مديونه. غادي نشوفوا ندير واحد الجوله استطلاعيه، نشوفوا الشركات اللي كاينين كيوظفوا، وشوفوا كاع لي زوفر اللي كاينين تما، واسم الشركه، اسماء الشركات، وغادي نشوف لكم لي زادريس ايميل ولي فورمولير، هادشي كامل ان شاء الله غادي نبارطاجيه معكم، فقط لانكم اعزاز وغاليين، داكشي علاش راه غير مساعده في سبيل الله، ما كنتخلص من حتى شي حاجه، هادشي كامل غير باش تستافدوا، وبغينا كلشي يخدم، بغينا كلشي يسر لي الله الامور ان شاء الله، كلشي يتوظف، ما تبقاش البطاله هذيك، هادشي اللي كنتمناه من الله سبحانه وتعالى، والله يسهل عليكم. وما تحبسوش الاخوان، ما تفكروش الامال، ما تحبسوش البحث ديالكم، كملوا على البحث ديالكم، كملوا على المسيره ديالكم، ان شاء الله كل واحد غادي يكتب ليه الله رزقه في واحد النهار، واحد الساعه، تكونوا اكيدين. اذا فقط شويه ديال الصبر وهاد العواشر المباركه ان شاء الله غادي يكون على الخير. اذا خوتي غادي نمشيو ان شاء الله مباشره الان الحي الصناعي زون اندستريال سابينو، ونتلاقاو نشوفوا الشركات ونشوفوا بالاخص لابوراتوار فارمافيت اللي عندنا معاهم واحد رونديفو مع المشغل ايراش. شوفوا بعض المعلومات، بقاو معنا خوتي على بركه الله. اذا خوتي كما كتلاحظوا هذه هي لا زون اندستريال سابينو، حي الصناعي سابينو اللي كاين في المعصر، اللي هو هذا شركات مختلفه، طلع الشركات والخدمه راه كاينه الاخوان، الناس اللي كيخدموا سائقين، راه كاينين شركات اللي كيوظفوا الشوافريه، جميع رخص السياقه، بي سي دي او، شاحنات، رخص السياقه ديال السيارات، اي نوع ديال رخص السياقه يمكن لكم انكم تجيو تقلبوا هنا بالنسبه للناس اللي قراب لهاد لا زون اندستريال. وكاينين شركات اللي دايرين النقل، وكاينين شركات اللي بالنسبه للسائقين كيقدروا يخليو يعني السياره ديال العمل الشيفور، يعني بعض الشركات ماشي كلشي، وبعض الشركات اخرى اللي دايرين الترونسبور بطبيعه الحال، ملي كتسالي الخدمه ديالك راه كيوصلوك حتى لمكان السكن ديالك. اذا غنشوفوا ان شاء الله الشركات ونشوفوا جميع المعلومات المتعلقه بالعمل ان شاء الله. خوتي حنا قربنا الان لابوراتوار فارمافيت، هنا كاينين بزاف الشركات اللي راه كيتبناو شركات جداد، هادي فارمافيت اللي كتلاحظوا الاخوان اللي هي هادي، راه لابوراتوار كبير كبير بزاف، هذا هو السياج الكبير ديال لابوراتوار. غادي ندخلوا نشوفوا ان شاء الله
ناخذوا معلومات ونتلاقاو مع السيد المكلف بالتشغيل. ونعطيكم معلومات كاملة إن شاء الله، نشاركوا معكم جميع المعلومات. فوالا دونك ستاسيون ديالنا، فوالا دونك هذا لابواتوار فارمافيت كما كتلاحظوا. وهذا إذا خوتي غادي ندخلوا الآن نشوفوا نتلاقى مع السيد ونتلاقاو بعد الفيديو إن شاء الله. إذا أخوتي العزاز يلا خرج الآن من لابوراتوار فارمافيت، غادي نعطيكم المعلومات إن شاء الله ديال غتلقاو لادريس إيميل ديالو الإخوان، حتى هما راه كيدخلو، حتى هما كيدخلو الناس. يمكن لكم أنكم تبوسيليو تسيبو لي سي في ديالكم في البريد الإلكتروني، غادي تلقاوهم تحت. الناس اللي كيديرو المانتونونس حتى نتوما إخوان الإختصاص ديال المانتونونس يمكن لكم أنكم تبوسيليو. بالنسبه للنيفو ديتود راه ابارتيغ دو نيفو باك بلس 1 ولا بلس 2. بالنسبه للتخصصات غنحط لكم جميع التخصصات اللي كاينين اللي مطلوبين في صندوق الوصف. هذه الخوت بالمناسبه واحد الشركه جديده يلاه بانت ليها هذه الشركه، هي الاخوان فيها هذا الطوموبيلات ديال لا ليفريزون ديالها، الشركه ديال السبع يلاه ولات هنايا في سابينو. أتاي السبع راكم عارفينو كاملين لي هادي، هذا السياج ديالهم كبير، شركة كبيرة الإخوان. الناس اللي كيخدمو في لا ليفغيزون يمكن ليكم تصيفطو الطلبات ديالكم الإخوان هاد الشركة ديال السبع، حتى هي غنخلي ليكم لي زانفورماسيون ديالها في صندوق الوصف. كنت غادي نحط الفورميلاغ ديالها في واحد الفيديو ومشى ليا من بالي، فيلاه بانت ليا دابا تفكرتها غنبارطاجيها معكم ان شاء الله. غنخلي لكم لي زانفورماسيون ديالها في صندوق الوصف ان شاء الله. راه كاينين بزاف الاخوان شركات هنايا، الناس اللي ساكنين في نواصار وسكوره. هادي واحد الشركه ديال الارساليات حتى هي في لاكوش ديالي يلاه دزت عليها. شو واش من شركه اخرى كاينه كرونو بوست حتى هي كاينه هنايا الاخوان، انا نوريها لكم. واش هاد الزنقه ولا ماشي في هادي؟ واقيلا هاد الزنقه فين كاينه؟ لا كرونو بوست، غادي نعاود نرجع. هادي شركه موتو بوايما اللي كاينه في اليسار ديالي، موتو بوا ايما. المهم نعطيكم الاسماء، واي واحد يعني طاحت بالو شي شركه بغا يبوسيلي لها وكانت ما بين هاد الشركات اللي ذكرت الان، يمكن لكم تخليو ليا التعليق، راه نعطيكم نجيب لكم لي زانفورماسيون لادريس ايميل ولا الفورميلاغ ديال الشركه. كرونو بوست كاينه هنايا 100% غتكون في هاد الزنقه، راه الفول الزنقه كيتشابهوا. هي هادي كرونو بوست فين هي؟ هي هادي دزت عليها، كلشي زناقي كيتشابو الاخوان. المهم كرونو بوست راه ديجا حطيت لكم الفورميلاغ ديالهم الاخوان، حطيت لكم الاستمارة ديال كرونو بوست في شي جوج فيديوهات تقريبا. بالنسبه للناس اللي مازال ما عمروش يمكن لكم تعمروا الفورميلاغ ديالهم. اذا اخوتي الاعزاء فوالا هادشي اللي كاين، نتمنى لكم التوفيق والله يسهل عليكم، ونتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا واخا غير شويه، يعني واخا فيديو على قد الحال. المهم بارطاجيت معكم واحد البلوغ اللي هو يعني بسيط فقط باش تاخذوا معلومات على بعض الشركات، وان شاء الله مازال غادي نبارطاجي معكم بلوغات جداد، وغادي نشوفوا ان شاء الله هذاك الشيء بالمباشر اللي نتلاقاو مع المشغلين، وان شاء الله يكونوا دي فلوغ زوينين. كاينين بعض الشركات اللي يعني ما كيسمحوش انك تدخل تسجل
ولكن غادي نشوف كيفاش ندير شي طريقه ان شاء الله باش نسجل معلومات مباشره، ندخلوا للبيرو نهضروا مباشره مع المشغل كيفاش كيدوز لونتروتيان، كيفاش اللي كيدوز كدوز المقابله ديال العمل مع الشركات باش نتوما تاخذوا فكره وكلشي يستافد ان شاء الله. اذا الان نخرجوا من الحي الصناعي سابينو نمشيو لوجهه الدار البيضاء. تبارك الله عليكم خوتي، الله يوفقكم كاملين، ما تنساوش تدعمونا بواحد لايك للفيديو الا عجبكم الفيديو، وشاركوا في القناه وفعلوا الجرس وبارطاجيو قدر الامكان باش كلشي يستافد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، نهاركم مبروك، جمعه مباركه، رمضان كريم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.